النساء في القرية عند خروجهن للمزارع أو خارج البيوت، فإنهن يلبسن أحسن الملابس ويتعطرن، وفي بيوتهن مع أزواجهن نجدهن لا يبدين الاهتمام بهذا، وإذا حاولنا أن ننصحهن فلا يستمعن القول. نرجو منكم إفادة حول هذا. خروج المرأة إلى السوق متطيبة أو متبرجة بالثياب الجميلة الفاتنة خروج محرم لا يحل، ما في ذلك من الفتنة بها ومنها، وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف، سواء كان زوجها أم أباها أم أخاها، لأن هذا تبرج، وقد قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ونصيحة لهم إلى هؤلاء النساء التي يخرجن إلى السوق بهذه الملابس وهذه الأطياب أن يتقين الله تعالى في أنفسهن وفي أمتهن، فإنهن إذا خرجن إلى ذلك إذا خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتن الناس بهن وصلنا كلام الناس. فالواجب عليهم أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن لا يخرجن متطيبات ولا متجملات.